بعد نحو اربعه اشهر على اعطائه وعدا بدعم المعارضه السوريه، ها هو الرئيس الامريكي باراك اوباما يبدا الخطوه الاولى لتنفيذ هذا الوعد بعد حصول خطته لتسليح المعارضه السوريه المعتدله على موافقه مجلس النواب ذات الغالبيه الجمهوريه. Component on our strategy for dealing with this terrible terrorist organization known as ISIL. And I want to, in particular, thank Speaker Boehner and Democratic Leader Nancy Pelosi for showing us that when it comes to America's national security, America is united. هذه الخطه التي تنتظر مصادقه مجلس الشيوخ عليها والتي ايدها 273 نائبا مقابل رفض 156 تهدف لتشديد الضغط على تنظيم الدوله الاسلاميه وتتضمن امداد مقاتلي المعارضه السوريه المعتدله بمعدات وتدريبهم ليتمكنوا من قياده الهجوم البري ضد المسلحين المتطرفين والتصدي لهم I believe that Mr. McKeon and those who worked so hard to put this amendment together took many precautions, set a high standard in terms of criteria, uh, standards that the, uh, that the administration and this training must meet. هذه الخطة التي لا تشكل إذنا لنشر جنود أمريكيين في النزاع تفرض كل تسعين يوما على الإدارة الأمريكية رفع تقرير للكونغرس حول تنفيذ الخطة وعدد المقاتلين الذين تم تدريبهم مع تحديد المجموعات السورية التي استفادت من المساعدة بالإضافة إلى كيفية استخدام الأسلحة والعتاد المقدمة